لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة السبت 10 نوفمبر، والنهاردة القمر موجود في برج القوس. عندنا كمان الشمس في العقرب، والمشتري وعطارد في القوس، وزحل وبلوتو في الجدي، والمريخ في الدلو. وعندنا الثلاث كواكب بيتراجعوا، اورانوس بيتراجع في الحمل، وفينوس بيتراجع في الميزان، ونبتون بيتراجع في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر بيديهم حظ على كل الأصعدة. عند الحمل النهاردة قدرة على ان هم يحاربوا بشجاعة وبإصرار من عشان يحققوا أهدافهم، وهيكون عندهم كمان فرصة ان هم يوطدوا علاقتهم بجهات أجنبية، ده لو بيتعاملوا مع جهات أجنبية. كمان النهاردة بالنسبة للحمل يوم مناسب جدا لتحقيق مكاسب مالية ولتحقيق تطور في مجال مهنتهم. نروح بعد كده لبرج الثور. ومواليد الثور النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، والنهاردة مواليد الثور يقدروا يعرفوا كويس قوي قيمة كل حاجة ويعرفوا يحافظوا عليها، وبالتالي يقدروا ان هم ينموا مدخراتهم وينموا املاكهم. النهارده عندهم يوم مناسب للبيع وللشراء، ويوم مناسب ان هم يتصرفوا بحكمة في الامور المالية. نروح بعد كده للجوزاء. والجوزاء النهارده عندهم القمر في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد الجوزاء ان هم يتأنوا النهارده في اقوالهم وفي ردود افعالهم، وما يتسرعوش في اتخاذ اي قرارات خصوصا القرارات المالية. وكمان يتأنوا في توقيع الاوراق والعقود. اما في التعامل مع شركاء الحياة ومع شركاء العمل، فبرضو مطلوب منهم ان هم يكونوا متفاهمين ومرنين وما يدخلوش في عناد معاهم. نروح بعد كده لبرج السرطان. مواليد السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل العمل والصحة، ده بيديهم طاقة ونشاط، وعندهم إصرار ان هم ينجزوا كل عمل بأسلوبهم يعني بصورة هايلة. بس مطلوب من السرطان ان هم ما يبلغوش قوي في إصرار. نروح بعد كده للأسد. ومواليد الأسد النهاردة عندهم شعور أكتر بالراحة النفسية، عندهم القمر في منزل الحب، وده بيديهم طاقة عاطفية حلوة، ويقدروا ان هم يغمروا الجميع حواليهم او يدوا لكل اللي حواليهم طاقة ايجابية. كمان لو عندهم اولاد هيعرفوا ان هم يتعاملوا بصورة افضل مع اولادهم ويحققوا قرب اكتر منهم. كمان مواليد الاسد النهاردة ممكن على الصعيد المهني ان هم يكون عندهم نجاحات وانجازات مهمة. نروح بعد كده لبرج العذراء. ومواليد العذراء النهاردة عندهم للأسف القمر مازال معاكس معاهم، ومطلوب من العذراء النهاردة انهم يسترخوا ويحاولوا يتصرفوا بحكمة، ما يسيبوش نفسهم للعصبية خصوصا في علاقتهم بالأهل والقرايب او في علاقاتهم الاجتماعية. نروح بعد كده لبرج الميزان. ومواليد الميزان النهاردة عندهم في حالة تناغم هتنفعهم جدا، القمر اللي في القوس بيتناغم مع فينوس اللي في برجهم، وده بيديهم قدرة هايلة على التفاوض ان شاء الله مع اللي حواليهم. عندهم قدرة كمان ان هم يكونوا مقنعين ويطالبوا بحقوقهم بلباقة وموضوعية. اشوف ان النهاردة بالنسبة للميزان يوم رائع اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا. نروح بعد كده لبرج العقرب. مواليد العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة مواليد العقرب هيساعدهم جدا انه عندهم اسلوب ودي في التفاوض او في المفاوضات المالية، وده هيساعدهم جدا على الاقناع وان هم يحققوا مكاسب وارباح هائلة. نروح بعد كده للقوس. القوس مازال عندهم القمر في برجهم، ومازالوا قادرين على الاجتهاد، وعندهم قدرة ان هم يقتحموا
ميادين جديدة، كمان عندهم القدرة ان هم يفرضوا ارادتهم ويعملوا اللي هم عاوزينه، وهيحالفهم الحظ ان شاء الله. نروح بعد كده للجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ12، والنهاردة مواليد الجدي بيميلوا للعزلة وللتأمل، ومن المفيد ان هم يتجنبوا الاضواء ويتجنبوا الظهور، ويحاولوا كمان يتجنبوا الفخر بنفسهم وبإنجازاتهم. نروح بعد كده لبرج الدلو ومواليد الدلو. النهاردة عندهم القمر في وضع داعم، يقدروا ان هم يديروا مشاريع بمهارة، يقدروا ان هم يقضوا اوقات اجتماعية حلوة، ويدوا كمان مثال رائع للي حواليهم، والناس يعني يكونوا مثال يحتذى بيه. عندهم يوم مهنيا في نجاح هائل، واجتماعيا كمان في اوقات موفقة. نروح بعد كده للحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندهم القمر في معاكس معاهم، فمطلوب من مواليد الحوت النهاردة ان هم يركزوا ويحددوا اولوياتهم، ويعني ما يقعوش في اخطاء عشان ما تتمسكش عليهم اخطاء، ويحاولوا يحموا نفسهم من اي مكائد خصوصا على الصعيد المهني. كمان اقول لمواليد الحوت حاولوا تستفيدوا من المتاح وما تضيعوش الفرص منكم. وكده نبقى خلصنا الـ12 برج النهارده.